الأخ أحمد، أريدك إذا سمحت تعطيني بعض ذكرياتك أو قصص شيخ سعيد، بارك الله فيك، تفضل. العم كثير من القصص التربوية نعم التي حظيت شخصيا ما شاء الله. أنا تربيت معه العم، ترى أنا من أبنائه أصلا. نعم، يعني أنا رباني العم معه في منزله يوم كنت صغير. جزاه الله خير. ورباني كبيرا ما شاء الله. نعم، وشاورني كرجل. نعم ما شاء الله. يعني العم ربانا على مجموعة مبادئ، الأولى أنه مصغ جيد. نعم. يسألك سؤال مفتوح، طالما احنا في المقبرة، في يوم ما كان يسأل هو، احنا الحمد لله وفقنا إن نحجز مكان لموتانا. نعم. وإن شاء الله يكون لموتانا وموت المسلمين. نعم صرخت. لكن أيبقانا كيف نقدر احنا نزور هذا المكان. نعم صرخت. وقبل أن أذهب من هذه الدنيا، أنا أتمنى من الله وأرجو منكم أنتوا الشباب تساندوا نفسكم. نعم. تساندوا الناس. طيب، لكن هذه مساحات عم وهذه جبال وديان. قال يجب أنك تعرف كل ما جعلت كرامة الحي وكرامة الميت متساوية، كل ما أكرمت بمن يكرمك في الدنيا والآخرة. نعم ما شاء الله. هذه واحدة من الجزئيات التي أثارت وحفزت، وما شاء الله هو عند هذه المداخيل الجميلة. هذا العم ما شاء الله في مرضه الأخير، يعني حتى يعني الحجارة كفنة هو بنفسه، يعني وضع أمواله ما شاء الله، وحتى عزاه. نعم. ليش؟ لأنه قال لك أنا هذه البلد ما أريد أكلف حد عليه. نعم. ولكن هو متفضل العم. بعدين تشوف هذاك الجبل البعيد هناك. نعم. هذاك يوم من الأيام العم حفر في آخر شبك. نعم. 100 قبر العم حافره ما شاء الله من جيبه الخاص. جزاه الله خير. وشخصيا شالني لهناك، ترى هو كان زمان ما شاء الله يعرف هذه المنطقة. نعم. مكان التربة وهكذا. نعم. ترى الناس كانت هنا، هذه المقابر اللي بدت من هنا المقابر. هي نعم. بعدين جت إلى هذا المكان، وهي طبعا بتستمر. صدقت. لكن هو كان عنده رؤية أن نحفر مجموعة مقابر إضافية للنساء وللأطفال. نعم. هناك نساء وهنا أطفال. جميل. وهنا يعني قبور للرجال. كان كذا هو يعني عشمه. جميل. زين، ثم حينما يعني حصل على المقبرة جزاه الله خيرا لمساعيه طبعا كثيرة، زين، قال ندخ الماء والكهرباء. ما شاء الله. المكان في المقبرة فيها ماء وكهرباء. جميل. أيوة، الماء طبعا الاحتياجات معروفة، غسيل هنا الغسيل ومح و و و يعني وضوء اللي يصلي صلاة الميت. وكون غرفة هناك، قال سو مكان عشان نحفظ فيه هذا المجمع الكهرباء، وتسوى غرف بحيث ان هذه الغرف تكون يعني مخزن، ونفس الشيء هي مكان يعني يؤمن المجمع الكهرباء. نعم. ومواضي كذلك. زين، بعد ما يعني قال هذا الكلام وبدينا نجمع الشباب، كنا منطلقين للعمل هنا. وكان هو على الرغم من سنه، الكلام من سنوات، وعاد صار في 90 يعني. هنا ما شاء الله. شوف العم يمكن تقريبا عمره 95 شيء كذا. الله يرحمه. في ذيك الفترة صدقني طلع بشيولة وبملابس العمل. نعم ما شاء الله. وجمعنا وواجه من الأبناء منهم يلعبون. نعم. وموجودين على الشارع، خلى معه. نعم. قال أنت تقدم احنا نوصلك. شوف. وحتى شاف من الآباء. نعم. قال ما مش لأنت رايح عشان تروح هناك بنلحقكم. زين ما شاء الله. لكن ما شاء الله عليه وصل هنا وعمل ما يستطيع، يعني هو إلى آخر أيامه كان يسأل عن آخر المشاريع في القرية، كان مصلى العيدين. نعم ما شاء الله. ماذا حدث؟ الحجارة قامت والجدران قامت. نعم. الحمد لله. الحمد لله. ثم ثلاث أيام الله تعالى اختار. هذه واحدة من القصص الجميلة، يعني رغم المساحة اللي أنت تشوفها، لكن الرجل كان معناته عنده هو سعة النظر.
نعم. لأن القرية لما بديت تطلع وبديت هذه المساكن اللي تشوفها، نعم، بديوا الناس استغلوا كالعادة يعني قبور تحت الأشجار في الأماكن المحيطة حولهم. نعم. لكن يعني